هقرأ من العهد الجديد ثلاث فصول قصيرين خالص. الأول من إنجيل لوقا أصحاح 5 عدد 4. ولما فرغ من الكلام ده الرب يسوع قال لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباتكم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك، ده موضوعنا بقى مهم، أخذوا بالكم. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا. فصل الثاني من إنجيل متى أصحاح 14 عدد 22. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج، لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. ونيجي تاني لبطرس، موضوعنا النهاردة. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. آخر حاجة من إنجيل يوحنا أصحاح 21. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس، اللي هو برضو موضوعنا: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما، طعام يعني؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحب، اللي هو يوحنا، قال لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه، لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة، لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع، يعني حوالي 100 متر، وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا.
ولم يقصر أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت، إذ كانوا يعلمون أنه الرب. أمين. هنصلي دقيقتين كمان. يا رب نشكرك، نشكرك من أجل عملك في هذا الاجتماع بصفة خاصة يا رب، ونشكرك من أجل أشواق قلوبنا كلنا أن احنا نراك بالإيمان يا رب، أن احنا نتعلق بيك أكتر يا رب، أن احنا نثق فيك أكتر يا رب. يا سيدنا الرب أثق أنك تعطي عبيدك كلام عند افتتاح الفم لتكمل تعزيتنا التي بدأتها معنا منذ قليل يا رب في التسبيحات. يا ربي أثق أنه قد أمرت بالبركة لنا في هذه الفرصة أيضا، ولك كل المجد. آمين. 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 أول خطوة اللي هي بسميها بداية الرحلة أو بداية الطريق، ده لوقا أصحاح 5، ودي النقطة اللي لابد كل واحد، كل واحدة، كل مكان بنتكلم فيه، كل خلفية، من أي خلفية، لازم بنسأل السؤال ده: هل بدأت الطريق مع يسوع؟ هل المسيح امتلك حياتك؟ عارفين لغاية المنطقة دي، لغاية ما دخل بطرس إلى العمق، كان علاقته بالمسيح نوع من، يعني الاثنين زي بعض كده، أنت معلم، وعلى فكرة برضو رب ما أو يا معلم ما زالش، وأنا معلم كمان، أنت معلم في الدين وإحنا معلمين في الصيد والسمك والعالم، وأنا كمان بقدم لك السفينة بتاعت هيت، يعني مجامل ربنا. كان لابد أن يعرف سمعان بطرس حقيقة شخص المسيح وحقيقة شخصه هو، لازم. ما في خلاص لأي إنسان في أي خلفية إلا لما يؤمن أن يسوع هو الرب، صدقوني. ودي النقطة، يمكن المشكلة اللي بتقابل غير المسيحيين، يقولك معقول هو ربنا؟ ما هو إذا ما صدقتش مش هتاخد بركة. لازم أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، ويكون لي إذا أمنت حياة باسمه. رجل سمعان بطرس معلم، بطرس انت عملته ايه امبارح؟ قال له امبارح تعبنا الليل كله طول الليل ولم نأخذ شيئا. رميته الشباك كويس؟ قال له دي شغلتنا. وشمعنا بالليل؟ قال له السمك ما بيطلعش فوق غير بالليل، ما السمك الصياد الشاطر ما يصيدش السمك بالنهار، السمك هتشوفك ما مش عبيطة. فقد تعبنا. حلو قوي قوي، يا معلم، خدوا بالكم برضو بستخدم كلمة ايه، ها؟ يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيء. قالوها كده، قال لك واحد مرة عجبني، قال لك ده ملخص حياة كل إنسان بعيد عن المسيح. قد تعبنا الليل كله، رحلتنا كلها ليل، وفي الآخر طلعنا بإيه؟ بلا شيء. طب ممكن تدخلوا إلى العمق؟ أنا بحب دايما الشاطئ والزحمة والناس. قال له لا، أنا عايزك تخش جوه نختلي معا. عايز تاخد فرصة يا سمعان؟ أنا وإنت بس. ما حاضر، بس الطلب بتاعك التاني ده يا رب غريب قوي. ليه؟ قال له بتقول إيه؟ قال له بقول ألقوا، خدوا بالكوا، ألقوا إيه؟ شباككم. شباككم جمع ولا مفرد؟ يعني أكتر من اثنين على الأقل. فقال له ما أنا قلت لك. لكن زي ما تقول حس أنه ربنا كده يعني خد على خطر شوية. أم قال له إيه؟ ولكن مش هيخسر يعني، ولكن على كلمتك ألقي الشبك. خدوا بالكوا، هيلقي كم شبكة بقى؟ هو واحدة. طب وتلقيها ليه يا سمعان بقى ما دام أنت متأكد أن ما فيش حاجة؟ قال يعني أزعله، وطبعا الشبكة هرميها فاضية، هتطلع فاضية. هو هيقول لي أنا متأسف، ونبقى حبايب كده، وهو معلم، يعني كل واحد في تخصصه. كان لابد أن يعرف أن يسوع المسيح هو الخالق والمتحكم في الكون كله، أن كل الأشياء مضمونة وثابتة باسمه. لازم يعرف أنه رب. يقول لك ولما فعلوا ذلك، فعلوا ذلك يعني ألقى الشبكة، واخدين بالكم، أمسكوا سمكا إيه؟ كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. وانا قلت لك شبككم، ما خلاص بقى غلط. فاشاروا الى شركائهم، يا يوحنا يا يعقوب الحقوني، هاتوا الشباك. مالوا الشبكتين ومالوا السفينتين؟ لدرجه ان يقول لك ايه، حتى اخذتا
أخذتا يعني إيه؟ اتنين، حتى أخذتا السفينتين في الغرق. نط من السفينة قبل ما تغرق، قال لي لا نسيت الغرق ونسيت السمك ونسيت الشبك، وحسيت ان انا قدام اله عظيم. فقلب السمك، خدوا بالكم السفينتين مليانين سمك صح؟ لا انسان ولا حاجة، لكن قل كلمة. امال انا اقول له يا جماعة لما رضي يدخل في بيتي ورضي يدخل في قلبي تقولوا ايه عليه؟ كيف رضيت يا سيد ان تدخل في قلب مدنس منجس؟ يقول هو ذا السماء وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالحري هذا البيت الذي بنيت لاسمك. يا سليمان اللي بيقول الكلام ده مش انت ولا انا، بنى له حتة بيت مكلف مثلا قعدوا يحسبوها بالملايين لقوا انها لا تقدر بثمن. قال له ولا حاجة، انت السماء او السماوات وسماء السماوات لا تسعى، كيف ترضى بان تسكن في هذا البيت؟ لو بيرضى بيخش في قلوبنا بوسختنا بخطايانا نظف ويسكن ويقيم. عشان كده هنا اول خطوة في التقابل مع المخلص ان الواحد يعرف نفسه اني رجل ايه؟ ها؟ خاطئ. اول نقطة، ومش بيقولها اتضاع كده، ما انت ساعات تقول ما كلنا وحشين، احنا زبالة. المهم هنا احساس يقيني بانه لا شيء، احساس يقيني انه خاطئ جدا. انا معرفش هل في شريط قدام سمعان بطرس جه من اول حياته لحد ساعتها؟ ممكن حس استعاد ذكريات، استعاد شتايم، استعاد خطايا، معرفش، لكن شعر انه في محضر اله قدوس عظيم. اخرج من سفينتي يا رب لاني ايه؟ رجل خاطئ. ها خرج المسيح، قال له حاضر هخرج، بس وانا هخرج هاخدك في ايدي. حلو قوي قوي، حلو قوي، هخرج واخدك معايا، ومش كده وبس، وكمان ما تخافش بقى. ما خافش ازاي ده انا خاطئ؟ قال له ما هي دي نقطه البدايه، اول ما بتيجي للرب اول ما بتسلمه حياتك قد تبررنا بالايمان لنا ايه؟ سلام مع الله. تفضل خايف، بس اخاف اكتر لما اعترف بجريمتي. قال له هو اول ما تعترف هتتملي بالسلام، لان الرب هيغسل ذنوبك وخطاياك. لا تخف، من الان تكون ايه؟ تصطاد الناس. يعني هتسيب الشغلة المقرفة دي وتيجي تصطاد نفوس، يعني تخدمني وتجيب نفوس للرب. ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء ايه؟ وتبعوا. لاحظت حاجة كمان، انه التلات اماكن اللي انا قريتهم لكم دول نفس البحيرة، وطبعا نفس الشخص بطرس، نفس البحيرة اللي هي بحيرة ايه؟ يسموها بحيرة طبرية او بحيرة جنيسارت او البحر. في الانجيل متى اصحاح 14 يقول لك البحر. لاحظت التلات اماكن دول، طبعا خدوا بالكم روح ربنا مش بيكتب حاجة وخلاص كده، فلا انا الرب اداني حاجه كده هقولها لكم. الثلاث اماكن مرتبطين بثلاث معاني. يعني اول حاجه هنا بحيره ايه؟ جنيسارت، مش كده؟ جنيسارت يعني القيثارات، بحيره الايه؟ يعني بتاع التعزيات. يعني ايه بترجم هنا؟ يعني اول ما تتقابل مع المسيح حياتك هتبقى ايه؟ ها هتبقى قيثارات، هتغني بين الناس ها انك ليك اله ايه؟ عظيم، ليك اله عظيم. اول اغنيه، احلى اغنيه، انه كده الذي احبني وقد غسلني من خطاياي بدمه وجعلني ملوكا وكهنه او ملكا وكهنه. اول ترنيمه، اول فرحه عظيمه في الحياه هي دي. بحيره مفلسين، امبارح ما صادوش حاجه، حاجه تقرف، لكن الان قد امتلك يسوع مش المركب ولا السفينه ولا السمك، لكن امتلك قلب سمعان. راح مسجل لقى قال بقى اسمها بحيره ايه؟ ها جنيسارت، جنه القيثارات او بحيره التسبيحات. هل اختبرت دي ولا لا؟ على فكره انا بعتقد دي اهم نقطه لكل واحد، اهم نقطه لكل واحد. وبعديها واخدين عمل ايه بقى بطرس؟ ها راح ترك السفينه وبدا ايه؟ يتبع يسوع.
حاجة اختبار شخصي هقوله الماشي ما جالي دلوقتي. تذكر لما كان الرب بيحاول يقنعني بانه اسيب شغل واتفرغ للخدمة وانا مش مقتنع، غبي. فاخدت وقت معاه، وبعدين اول ما اتذكر دي كويس، بعد ما اتفرغت بحوالي شهر كنا في اقول ده المجد المسيح مش المجد، اول مرة اشوف نفوس بتخلص. انا في مؤتمر معين مع كنيسة اسمها كنيسة الايمان، شفت ايه المعقول خلصوا دول وقفوا كده وسلموا هاتوا المسيح، مش مصدق. تاني يوم لقيت الحكاية جت، وبعدين بصلي بقول له رب ايه الموضوع، قال لي ما انا قلت لك لما تمشي ورايا هجعلك ايه، ها، صياد للناس. قلت له فهمت، يعني الاول الطاعة، الاول تخضع وبعدين تاخد بركات الطاعة. فاهمين يا جماعة؟ طب ناخد النقطة التانية اللي هي ايه بقى. هتلاحظوا حاجة بقى في متى 14، انه ما تسماش بقى بحيرة جنسارت، قصارات ايه بقى في قلب الغلب اللي هم فيه، ولا تتقال عليها بحيرة طبرية، ما تسمى ايه بقى، ها، البحر. الحاجات دي ربنا كده كشفها لي النهاردة، اتعزيت قوي لازم اقولها لكم. اتكررت هنا كتير مرتين البحر. ايه معنى رب عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ده بحر اشارة الى العالم المضطرب اللي حوالينا. عايز اقول لك ان طول الرحلة ما هياش البحر مش هيبقى ساكت قوي قوي، اي نعم هيبقى حلو بس ساعتها تقلب. احنا عايشين اليومين دول في الجو بتاع متى 14 على فكرة، السفينة بتتخبط من الامواج والمخاوف كتيرة والانزعاج بيزيد، والحاجة اللي تكسف ان المؤمنين بينزعجوا. ما احنا يا عم من لحم ودم زيك، ما انا هو انا قلت لك حاجة، بس انا ليه تاني اقول انا ليه ايه، ها، اله عظيم، انا غير بقيه الناس، هم بلا مسيح بلا اله بلا عهود بلا اشتراع بلا موعد، لكن انا ليه اله عظيم. عشان كده كانت الحاجه الوحيده اللي اطمن التلاميذ كلمه واحده بس، قال لهم ايه، تشجعوا ايه، انا هو، انا هو يعني انا الدائم الوجود، حتى في الاصل احيا، يعني انا هو الازلي الابدي. انت بتاع امبارح مش معقول، انت امبارح شبعت الجموع واحنا شبعنا وكلنا وانبسطنا وفض عننا، لكن هل انت النهارده بتاع المشكله دي؟ هل معقول انت ما اتغيرتش والسفينه هتغرق؟ هل انت ما اتغيرتش وسامح للامواج انها تلطم السفينه؟ انا هو، انا هو. عشان كده لما بعت موسى لبني اسرائيل قالوا له، طب قال الرب يعني، ولو قالوا لي انت مين اقول لهم ايه، قال لهم ايه، اهيا الذي اهيا. اهيا يعني انا هو، اسم الاسماء، انا هو ايه، انا هو الذي ساكون. قال له قل لهم بس انا هو الذي، انا هو يعني شيك على بياض، انا بتاع امبارح، انا بتاع النهارده، انا بتاع بكره، بس سبتنا ليه؟ قال انتوا اللي سبتوني، انتوا اللي اخطأتم، خطاياكم صارت فاصله بيني وبينكم، ان انتوا رجعتوا لي هتلقوني زي ما انا، ما بتغيرش. كان مطلوب من الشعب انه يؤمن ان الاله اللي سمح بالتجربه في ارض مصر والمزلة هو نفس الاله بتاع الاباء، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. هل تؤمن ان الهك يسوع ما بيتغيرش حتى لو الحكومات تتغير، تتشال، تتحط، يشيلوا ده يحطوا ده، لانك هتفتح قنواتها تنزعج، المياه هتخر عليك بتاعت الامواج، ما هو الامواج بتلقى يعني بطرس قطعا هدومه تبلت والدنيا تبلت. لكن احسن حاجه عارف، ها، افتح قناه المجد هنا او قناه الملكوت زي اللي احنا بنسجل فيها دي كلها. انه تاني مرة بقى أنا بسميها إيه حل مشكلة السفينة اللي هتغرق. نمرة واحد، السفينة لن تغرق. ممكن تغرق؟ طب سؤال، هو الرب كان فين؟ ما كانش في السفينة، ده كان قاعد يصلي هناك على الجبل متعزي. السفينة هتغرق، هو فين؟ يا ريتنا خدناه معانا. احنا يقول كده هو ألزمهم، يعني إيه؟ قالوا له احنا مش عايزين نخش الليلة دي لوحدينا، تعال معانا. لا انا هصلي فوق هناك. طبعا هم قال لك ده صلى واندمك في الصلاة وتعزى، الرب كان بيصلي طول الليل في
في جو بقى مجد مع الآب. قال لك قطعا طرنا من باله. لكن الرب لا ينسى، مش كده؟ الحاجة الوحيدة الذي لا يعود يذكرها هي ايه؟ ها؟ خطاياك، صدقني. لكن انت عمره ما ينساك، مش ممكن. بصوا، خلوها تتشال تتحط زي ما تيجي، السفينة لن تغرق. ممكن تغرق؟ مرة واحد قال لي ايه؟ قال لي المعجزة انها تغرق. مش المعجزة انه سكت الموج، المعجزة ان السفينة اللي امتلكها يسوع تغرق. لما الرب يدي خلاص اسمه خلاص أبدي، لما يدي حياة بيدي حياة أبدية، لما يدي سلام سلام أبدي، لما يسمح لك بالتجربة ثق يقينا. التجربة لها بابين مش باب واحد، يقول كده يعطي التجربة ومعها إيه؟ المنفى. واخدين بالكم؟ يعني في باب تخش منه التجربة وتهالك إن قفلت عليك، لكن في باب تاني يعطي التجربة. منفذ يعني باب آخر. نفس البق الفم بتاع الحوت اللي بلع يونان 3 أيام هو نفس الباب اللي عمل ايه؟ اللي اتقايا يونان، صح؟ التجربة هي ليها باب للدخول. وزنقت على يونان، قال خلاص لا أعود أنظر وجهك وبتاع، وبعدين قال له خليك، لغاية ما قال للرب الخلاص. راح الحوت قال له ايه؟ امشي اطلع بره. راح تفه طلعه. فالتجربة ليها حدود، لكن أهم من التجربة تخلص امتى؟ يسوعنا شايفنا، صح؟ هو فوقيها. يقول الذي أقامه الله من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات، ده رسالة أفسس 1، فوق إيه؟ كل رئاسة. خد بالك من كل رئاسة دي، وسلطان وقوة وسيادة، وإيه كمان؟ وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. يعني أعظم قوة، ما هو أجلسه فوق، يعني أعظم قوة تحت رجليه، صح؟ عشان كده هنا الرب جالهم مش طاير في الهواء، لكن ماشي على الموج. يعني كأنه بيقول لهم حاجة اللي بترعبك دي تحت جزمتي، معناها كده ببساطة. فالمهم المشكلة انهم لأنهم قاعدين يتفرجوا على الموج وبيسمعوا الأحاديث الصحفية مع الأمواج، فمش واخدين بالهم من المسيح. لما شافوه تخضوا قالوا خيال، يعني خيال يعني عفريت، يعني بلغتنا احنا عفريت، ده هو ده الحقيقة، خيال. هو مش خيال، هو حقيقة. ولما صرخوا في لحظة الصراخ دي كانت لحظة الاطمئنان، بيقول لهم ما تخافوش، تشجعوا، أنا هو إيه؟ لا تخافوا، أنا هو لا تخافوا. حاجة بقى نرجع لصاحبنا، مين احنا بنتكلم عنه؟ بطرس. بطرس عمل زي اختبار كده بسيط، مش اختبار عدم إيمان، لا، يعني عايز بس إيه؟ كأنه بيقول له إيه؟ هقول لك حاجة يا رب، مش إحنا في السفينة واحنا 12 واحد بنشجع بعض لكن خايفين. انت لما ظهرت من بعيد انا مستعد انزل من السفينة، اترك كل شيء انا مسنود عليه وامشي على المية، تمشي على البحر يا راجل، بس بحسب امرك. مرني، مرني ايه؟ ان اتي اليك ماشيا على الماء، مش كده؟ ان اتي اليك على الماء، لازم الامر يجي منك. وانت لما تؤمر الرياح دي والعواصف والامواج تقع تحت رجلي. يا عم خليك في السفينه مع اخواتك، قال مش مطمن معاهم، انا الطمانينه الوحيده من الرب. لكن اهم نقطه عملها سمعان بطرس انه قال له الرب انزل من السفينه. بالمناسبه دي كان لسه قريب كنت مع حد من الحبايب وكنت بكلمه في النقطه دي، ما عنده مرض معين، المرض ده مش سهل. قلت له اقول لك فكره، قال لي ايه؟ قلت له متى 14، يعني ايه؟ قلت له انزل من السفينه، افقد الثقه في كل الحاجات اللي انت مركون عليها لان مش جايبه نتيجه. قال لي يعني ما عملش؟ قلت له ما تعملش حاجه بقى، ما هو الحاجات اللي انت بتعملها والادويه والعلاجات والعمليات مش جايبه نتيجه، انزل من السفينه. وكنت معلش كنت جريء شويه معاه، قلت له هي حاجه من اتنين، صح؟ مش يا هتموت صح؟ بعد 1000 شهر ما تقولي بالك. يا اما الرب هيشفي. ما انا قلت له ايه؟ دخل الرب في موقف تحدي ايمان. ده انا مش ضد الطب ولا العلاج ولا الحاجات دي، احنا كنا بنشتغل في الحاجات دي، لكن فكره في ساعات حاجات تحس فيها انها لازم تنزل من السفينه. ملهاش حل تاني يا رب غير ان انت تتمجد. انزل من السفينه، امشي على الميه، هتلقى الميه بقت ارض تحت رجليك.
فاعرفش هل في ناس مفروض ينزلوا من السفينة؟ كالسفينة الآن وهتضطرب وهتغرق، ما تنزل، حط ثقتك بالكامل. واحدة قالت لي مرة عشان طب برضو استعمل كذا، قلت لها ما هي جابت نتيجة، لا طب وقف كل ده وانزل امشي على الأمواج. ومتمشي كتير شفناهم مشوا ووصلوا إلى المسيح. لكن هنا بطرس برضو الطريق طول الطريق قلق في السكة، صح؟ يقول لك إذ لما رأى الريح شديدة. يا عمي بتبص حواليك ليه؟ زي ما بيقول المرنم يقول إيه، ليه تتلفت حواليك؟ ها عينك خليها عليه، صح؟ في حاجة عن البحر كده، كان يقول لك إيه، ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه، متخافش بقى. فهنا بطرس ابتدى يبص حواليه، معقول أنا ماشي على الموج؟ أنت ماشي أهو، وأنا كإنسان، ما هو أنت مش كإنسان، أنت ماشي وأنت باصص للمسيح، أنت متجه إليه. لما رأى الريح شديدة، ما أنا بقولكوش إن إحنا أبطال يعني، ساعات برضو تيجي شوية ريح جامدة كده تبص لنفسك تبتدي تفكر تقلق، حلها حاجة واحدة بس، إن أنا أحاول النظر تاني إلى المسيح، أروح ركع وأقول له رب شيل الفكر الغبي اللي جالي ده، شيل الخوف اللي جالي، أنا سأظل واثقا فيك إلى المنتهى. يقول لك الكتاب إنه لقى الريح شديدة أم خاف، وإذ ابتدأ يغرق. وجميل قوي قوي إنه مش قال لك وبعد أن غرق، ما لو غرق ممكن ربي صحي تاني، بس هو الفكرة إيه، وإذ ابتدأ يغرق عمل حاجة إيه هي، صرخ قائلا يا رب نجني، أقصر صلاة في الكتاب كلمتين يا رب. طب افرضه طول في الصلاة هيغرق، صح؟ افرض قاعد يقول لك نشكرك أيها الآب لأنك في الأزل في المشورات الأزلية رتبت ابنك، وفي المقاصد الإلهية عارف العبال ما يخلص الكام سطر دول هيكون شرب ماء وراح. لكن دايما الصلاة عبر عن اللي جواك ببساطة بقوة، يا رب نجني، بتعمل مفعول أكتر من صلوات بالساعات. ففي الحال مد يسوع يده إيه؟ على فكرة كان المسيح في مسافة لسه، ما هو لو قريب أو منه مش هيخاف، افرض في 100 متر تاني ولا 50 متر. في الحال ساعة الزنقة قوي قوي ما تخافيش، ربنا هيمد يده ويمسكك. ففي الحال مد يسوع يده، ومش أمسك بيده، أمسك بيه، عارف أمسك بيه عن إيه؟ راح واخده في حضنه واخده في حضنه. بعد ما أخده كده خد نفسه قال له يا قليل الإيمان لماذا إيه؟ لماذا شككت؟ دي تاني النقطة التانية دي بسميها اللي هي طول الرحلة. ما وعدناش الرب بأنه البحر يبقى هادي، قال لك البحيرة بتاعت جني صارت اللي انت رنمت فيها زمان دي ممكن تقلب. طب وبعدين قال لك برضو ما تخافش لان انا بتحكم في البحر، ما تخافش لان انا ماسك مخارج الريح، ما تخافش ده كل الامور دي بتشتغل لمجدي. قال له رب سامحني بقى معلش اللي احنا شايفينه ان ده مش لمجدك، ولو كنت انت خدت بمشورتنا زمان كانت الامور بقت احسن. يقول انتوا بتفهم اكتر مني، نحن من امس ولا نعلم، انت ابن امبارح هتفهم قد الأزل الأبد يا راجل، عيب. سيب له شغله يتصرف فيه زي ما هو عايز. أمين أمين. وفي وقت على فكرة بسكت في الريح، بس بسكتها بطريقة صعبة، اخرس ده، صح؟ طيب ناخد تالت حاجة بقى اللي أنا بسميها إيه بقى، ها، نهاية الطريق أو نهاية الرحلة. دي بقى اللي احنا قريناها في إنجيل يوحنا أصحاح 21. أول مرة الرب ياخد بطرس ويطلعوا من السفينة يخدمه، تاني مرة بطرس يمشي إلى الرب، تالت مرة بطرس ياخدها عوم عوم. إزاي بقى؟ هنا بقى التالتة بيسميها بحر طبرية. ليه؟ ما هي يا يوحنا مش هي برضو البحر اللي قايل وهي جنس؟ قال بحر طبرية إشارة إلى طباريوس قيصر اللي كان بيحكم العالم. يعني ايه باختصار كده؟ كأنه بيقول لنا ان البحيرة دي نسبة الى القيصر اللي هو معتبر نفسه اله، هو رئيس هذا العالم في وقتها،
أو إله هذا الدرك أنه بيعبدوه. البحيرة دي كأنه امتلكها، يعني كأن الناس اللي فيها دول تحت سلطانه. إن في العالم اللي احنا فيه ده طبعا عالم موضح في الشرير، صح؟ وليه رئيس اللي هو إبليس. طب هنعمل ايه في ديت؟ قال لك ما تخافش، العملية مش هتطول كتير. في هذه البحيرة اللي تتسمى بحر طبرية نسبة إلى هذا القيصر الإمبراطور اللي مسيطر على العالم في وقتها، في سفينة وحبوا ينزلوا يصيدوا. طبعا هنا الصيد مش غلط، الشغل مش غلط، بس دول كانوا واخدين كلمة من الرب انك ما عدتش يا سمعان، زي ما قلنا في اول واحدة، ما عدتش تصطاد سمك تاني. هنا جالهم احباط بعد ما المسيح مات وقام، قالوا مات، انتصروا عليه الجماعة الرؤساء الكهنة وبيلاطس، بس ده قام قاله كلام، ده ظهر لكم وماله، هظهر لنا مرة واثنين وهيرجع السماء، لازم كل واحد يشوف شغله. فهنا كان في نقطة ضعف كبيرة، اوعى الظروف الصعبة ترجعك لورا. انا اذهب لاتصيد، يعني انا نفسي يا جماعة اروح برجع اشوف شغل الزمن بقى. قالوا له واخدنا معاك، كانت حالة احباط يأس. المهم الحتة الثالثة بقى، ان حتى في ضعفنا حتى في يأسنا لا يتركنا المسيح، صح؟ بس خد بالك، ومش جالهم اول ما دخلوا بالليل، لا سابهم لحد الفجر، حد الصبح. ليه؟ عشان يتعلموا الدرس بقى، انكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. قبل ما تعملي حاجة، قبل ما تعمل حاجة مشروع او بتاع، صلي قل له رب ده بحسب مشيئتك ولا لا، هل المشوار ده يمجدك، هل المشروع ده هيديني وقت اكتر وحتى فلوس اكتر اخدمك بيها، ولا مزاج بس وخلاص. هنا ما طبعا بطرس عارف انه لو صلى وسأل الرب هيقول له طب ما انا قلت لك لا مالكش دعوه بالشغله دي. المهم انهم طول الليل، يقول الكتاب انهم وفي تلك الليله لم ايه يمسكوا شيئا، وفي تلك الليله لم ايه يمسكوا شيئا. هنا بقى هاخد صورة تانية، معلش هختم بيها، اللي هي صورة الأبدية بقى. هم في البحر طبرية، بحر العالم، ويسوع مش مشي على المية، لكن يسوع مستني فين؟ على الشاطئ قرب الفجر. ولما كان الصبح، أنا بشوف فيها صورة للفجر القريب قوي اللي يسوع هيجي فيه وياخدنا إلى المجد. إيه يا بطرس هتعمل إيه لما اكتشف ان هو الرب؟ لما يوحنا قال له الطريقه دي، حته يقول لك القوا الشبكه على الجانب الايمن للسفينه فتجدوا، دي ما يعملهاش غير واحد بس، هو الرب. ام يعمل اسم عن بطرس ياخدها عوم، حتى يقول لك الكتاب انه كان عريان، يعني لابس مايو او مش عارف ايه، راح لابس تاني. حتى في الكتاب بيقول لك ان كنا لابسين لا نوجد وراء. انا بشوف فيها صوره، لان واحد يعني اول ما بيسيب العالم هيتقابل مع مين؟ ها، مع المسيح. هيعدي في واحد منهم خدها عوم والباقيين خدوها بالمركب للشاطئ. بشوف فيها الصوره ان كان واحد بيموت في المسيح فهو المترب كده، ولكن الباقيين هيجي وقت معين كل السفينه هتوصل للشاطئ، صح؟ واضحه الفكره. المهم هنا، وعلى فكره بالمناسبه دي، يوم ما كتب السفر ده كان بطرس بقاله حوالي 20 سنة مع الرب بعد ما صلبوه في روم. يعني يوحنا بيكتب الأصحاح ده وهو في ذهنه حاجة، حتى الرب بعد كده قال له أنا عايزك إن كنت أشاء أنه يبقى اللي هو يوحنا حتى أجيء، لكن أنت هيجي وقت هيمنطقوك غصبا عنك ويحملوك إلى حيث لا تريد، أنت هتموت. لكن ما فبطرس هنا صورة للناس اللي بيعدوا بحر الموت، لكن يبقوا مع مين؟ مع المسيح في المجد. عشان كده استخدم الكتاب هنا كلمة انه فصاعد سمعان بطرس، ومفروض يقولك فخرج صاعد سمعان بطرس، كأنه كده طالع من العالم وطالع من البحيرة بتاع الطبرية وساب الحياة وليلتقي بمين؟ بالرب يسوع. الباقيين جابوا السفينة ووصلوا على الشاطئ. لكن الحاجة المهمة عايز أقولها هنا، زي ما كنا، أنا ماشي مسافر لإيه؟ لنهاية، وهسيب العالم ده وراي. ممكن البحيرة اسمها ما تغيرش، فضلت طبرية، صح؟ لكن اللي واقف على الشاطئ، واقف في شاطئ الأمان، بيقول لي اطمن، في قريب أوي الفجر جاي، وأنا مش أنا واخد بالي منكم حتى في ظروفكم الصعبة.
وبرثي لضعفتكم، حتى وانتم مش لاقين حاجة طول الليل أنا حتى أكرمكم، وانتم في بحيرة طبرية أنا بس تسمعوا كلامي لما ترموا الشبكة إلى الجانب الأيمن، لكن ما تخليش قلبك في السمك. هو بطرس لما الشبكة اتملت سمك ما فكرش في السمك، فكر في مين؟ فكر في الشخص اللي واقف هناك اللي هو عايز ينزل وياخدها عوم يعدي البحر إلى لكي يصل إلى إلى المسيح. واضحة الفكرة يا جماعة؟ طيب نقول الثلاث نقط وبعدين نصلي. أول حاجة يترك السفينة ليتبع يسوع، مش كده؟ تاني حاجة يترك السفينة ليمشي إلى يسوع، ثالث حاجة يترك السفينة ليصعد إلى يسوع. أول واحدة بداية الطريق، نمرة اثنين حكاية الطريق، نمرة ثلاثة إيه؟ ها؟ نهاية الطريق. وإحنا على فكرة قربنا تقريبا، يعني لو الرب كان جالهم الساعة 6 الصبح إحنا تقريبا 6 إلا ربع اليومين دول صدقوني. بس هم من كتر مشغوليتهم ما عرفوهوش، الدنيا شبور الصبح وهم كل مخهم في إيه؟ ها؟ في الصيد والسمك والظروف. خلينا نغمض عينينا نضايق كده نصلي. أي مرحلة أنت فيها، أي مرحلة حتى للي بيشوفونا في أي مكان دلوقتي، أنا بسأل أي واحد من أي خلفية من أي دين، هل أتيت في يوم ما أو هل تريد أن تأتي الآن لكي تسجد عند ركبتي يسوع وتقول له فعلا أنت ربي؟ أنا مش هقول لك اخرج من سفينتي، ادخل إلى قلبي، ادخل إلى سفينة حياتي، اطلبه. هتبص تلقى حياتك تتغير لأنك هتعترف بنفسك خاطي وهو رب عظيم. هتبص تلقى الأمور بقى حتى نفسك سدت عن العالم والمشغولات وتبقى نفسك تتبع يسوع بلا رجوع، وتهدأ بأمره الرياح طوعا لما يريد، فننظر البحر استراح من كده الشديد. هو اللي بيأمر مش الناس ومن الغش ولا أي حاجة، هو اللي بيأمر وهو اللي بيسكت الموج. هو اليوم في هذه الفرصة بيشجع كل واحد كل واحدة بيقول له اوعى تخاف من الامواج، اوعى تخاف الريح والبحر مش هيغرق سفينتك، ده انت غالي قوي قوي، انا واخد بالي منك، انا في سماء المجد اتابع كل حياتكم، اتابع كل تصرفاتكم، اتابع عجرفة وتهديد كل اعدائكم، ما تخافوش انا واخد بالي. حاجة التالتة ان احنا قريب قوي قوي سواء هناخدها عوم بالموت يبقى رقاد بقى، او هو يجي والسفينه كلها توصل ونقابل يسوع في الصبح الابدي. خلينا نصلي ده كمان مع اخويا ناصف. يا اللي بطول الرحله معين ولينا راعينا كل ايامنا وعزنا نعدي افواج البكا غالبين. يلا قولوا معايا يا اللي مالي العمر بجوبك نعمه وطعوي بالافراح، كفايه لينا يا رب وجودك ايامنا واياك. افرح معايا انت الهنا في رحلتنا، وانت التسبيح والترنيم، انت الرضا بطول المدى بحمد نهتف ليك يا كريم، وانت الخير غزير ووفي بيملى حياتنا شكر عظيم، وانت سرور وقلب وواحة وراحة وفيض ينبوع، وانت العزة وانت الرجاء امين، تعال يا رب يسوع امين تعال.